الى لقيتون يلا دخلت من اسواق السلام. مشيت انا واسلام اسواق السلام واسلام جو زوينين. جبت معايا الصخره باش نديرو الفطور وباش نديرو الغدا ان شاء الله. ونورمالمون في الويكاند مول الفرج اللي هو اللي تيخرج يتسخر الصباح كيجيب داكشي اللي خاصنا، ولكن قلت له خليني انا هذه المره اللي نخرج نسخر، لان هذا النهار عندي فيه بزاف ما يدم، وانا باش نهاري ندير فيه بزاف ديال الحاجات خاصني نبدا بالنشاط الحيوي من الصباح. خاصني اولا نفيق بكري نشرب القهوه ديالي حتى قبل ما نمشي. قبيله يعني الاسواق السلام راه درت ليا واحد الكويسه هو هنايا طيبته وشربته، هو الوحيد اللي شربت. ومشيت انا واسلام نجيبو الصخره ديالنا، لان بلاتي الا بديت النهار ديالي عاود بالكسل وبلاتي شويه نشوف هادي وبلاتي نجلس نسرح شويه غادي يضيع ليا النهار وما غندير فيه حتى شي حاجه. وسقطوا اننا حنا خارجين من رمضان وعرفتوا ديك هذاك العيا اللي جانا وداك النعاس وداك الشيء اللي جانا الله يستر قياس الخير، نعاس انكرويابل. انا سي فري من بعد رمضان مولف كيجيني النعاس نهار الاول نهار الثاني، ولكن بس سيمانه ونبقى في ما نجي من الخدمه الناس راه مايمكنش. خليتها واحد السيده قالت لي كنكون في الخدمه صحه سلام غير كندخل للدار كتبان لي المنطقه، والله قسم الا نفس الشيء كان تيوقع لي، ولكن حنا غنحاربوا واش حنا يغلبنا وما يغلبناش. المهم في اطار العجز والكسل، انا منين كنتزاد بعض الكيلويات كنحس بالعجز. منين خرج رمضان نورمالمون رمضان الناس كيضعفوا فيه، انا حسيت براسي بحال زدت لي واحد 3 ولا 4 كيلو، حاسه بهم فريمون برسطيني ومتقليني. دونك غادي نحاول انني نوجد لي بعدا واحد الفطير يكون خفف نزربن. ولادي وراجلي راه ديجا وجدت لهم الفطور، درت لهم الاومليت والبيض واتاي، المهم هذيك الشخضه والفرماج والزيت ويا لاليلا داكشي اللي ما خاصنيش انا من طبيعه الحال ناكلو. الا دزت باغا نقص هاد 3 ولا 4 كيلو، نقول 4 كيلو باش تجيني النفس دغيا ونحيدها. دونك غادي نقاد ليا انا غير فطير كيما قلت لكم خفان زربان، خديت البارح الشيه ورقتها في الحليب باش ان شاء الله اليوم نوجدوا لها واحد الفطير خفان زربان، لان كما تتعرفوها يعني هي كتخليكم تحسوا بالشبع وما تبقاو تاكلوا ما بين الوجبات. دونك نوجد فطور ان شاء الله ونمشي، راه عندي بزاف ديال الحاجات ما يتقدم. كانت هذه بداية العطلة ديال الوليدات، من طبيعة الحال فأنا جلست معاهم إن شاء الله ندوزو واحد العطلة أونسومبل، نشبعو من وليداتنا، ندوزو دي مومون زوينين ونرجعو إن شاء الله بواحد النفسية زوينة. وهنا جلست في البالكون باش نقاد أفكاري، نشوف شنو تابعني، شنو خاصني ندير في الدويرة ديالي. سيغتو كيما قلت لكم يعني تجمعو عليا بزاف ديال الحاجات خاصني نديرهم، دونك نحيدهم عليا وسمحوا لي ماقدرتش نصور لكم كلشي، لأن إلا بقيت كنصور عندي الوقت ضيق وغادي يمشي عليا الوقت، ومازال تبعني شحال من حاجه. وان شاء الله مازال عوالي نسافروا باش نبدلوا الجو ان شاء الله. يلا نجمع الحويجات نقعد الدار باش نرجع نلقى عاود كل حاجه في بليصتها باش هكذا نرجعوا بواحد النفسيه اللي هي جديده ان شاء الله. الوصول لمراكش يعني عبور لبوابات الزمن والتجول في أزقة مدينتها العتيقة ومتاحفها الغنية تجعلنا نرسم في مخيلتنا صورا من ذاك التاريخ المجيد. مراكش أو المدينة الحمراء جوهرة صقلها التاريخ تجمع ما بين عظمة الماضي وحيوية الحاضر، مدينة مليئة بالحياة والحماس بامتياز. جامع الفنا هذا الفضاء الشعبي الذي يسوده جو من العصور الوسطى ليلا ونهارا، القصاصون، التجار، مراود التعابين والقردة، لكل منهم طريقته الخاصة لجلب اهتمام المرة. مراكش من بين المدن اللي صراحة ما تنملش من زيارة ديالها،
سواء انا ولا راجلي ولا وليداتي. واهم حاجه ملي كنمشيو لهذا المكان المميز كناخذوا الطحال من عند واحد السيد اللي كاين في الزناقي اولا في الازقه ديال المدينه العتيقه، اللي انا غادي نخلي لكم النعت ديالو في الستوري ديال انستغرام. وهذا الفطور عند امي مليكه اللي كتواجد بالمسيره. غادي نخلي لكم العنوان اولا الفيديو باش تعرفت عليها في صندوق الوصف. خديت عندها هنايا الحساء ديال ايلان، ايلان كتعرفوا جميع الفوائد ديالو، وتدير البطبوط، كدير الحريره، تدير اتاي، كدير حتى البطبوط يعني بالفوه. كنت بارطاجيته معكم سوغ انستغرام. صراحه اطباق ليا بلديه، وحتى السيدات تبارك الله عليها مبشوره وتستحق اننا نشجعوها وتكمل في طريقها، والله يسهل على الجميع ان شاء الله. وما يمكنش نزور مراكش بلا ما نذوقوا الطنجيه المراكشيه اللي تنقادوها عند فركوس، ماشي في المطعم ديالو وانما في المحل ديالو اللي كاين في كيليز. كنمشيو تنطلبوها في لافي وتيوجدها لنا، وكذلك ولا بد ما نمشيو للجامع الفنا باش ناخذوا شويه ديال السمان وشويه ديال الحامض المصير والخليع. بالنسبه للعنوان ديال السيد نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. هاد العصير بغيت مواظبة عليه من رمضان، فيه خيزو والبربا والليمون والحامض والتفاح، حتى هو بعض المرات كنزيدو وكنحلي بالتمر، وصراحة كيعطي واحد الطاقة زوينة. وهذا علاش في المحسس بالفرق وليت فين ما كنمشي تنحاول نحضرو. الوجهة كانت هاد المرة لهاد المنطقة الجبلية اللي كتبعد على مدينة إفران 27 كيلومتر. هاد المنطقة اللي كتواجد بها شجرة أرزغورو اللي كاينة في النواحي ديال أزرو. للأسف هاد الشجرة هادي فهي ماتت، ولكن بقاو هاد الفروع ديالها، والاسم ديالها فهو كيرجع لواحد الجنرال فرنسي للاسم ديالو إنغي جوزيف غورو، اللي كان في هاد المنطقة أو اللي تيحكم هاد المنطقة إبان الحماية الفرنسية، واللي السن ديالها كيفوق 8 قرون. هاد البلاصة جينا ليها بزاف ديال المرات، وكان تيجي معنا اسلام ومازال صغير، ولكن ملي تنعاودو له عليها وعلى هاد الخير هذا اللي كاينين في هاد البلاصة ما تيبقاش يتذكر لانه كان مازال صغير. فاستغلينا هاد العطلة وجينا درنا واحد الدورة في هاد المكان، وصراحة استمتعنا بالجمال والهدوء ديال هاد البلاصة، واسلام حتى هو استمتع يعني باللعب ديالو مع هاد القردة، وخا صراحة كانوا باسلين باش يديرو لي بيتيز بزاف. جينا لأرزغورو، احسن حاجه اننا ناكلو فيها واحد الطويجن. المهم هاد السيده اللي كاينه هنا تديرهم بالخضره وباللحم وبالدجاج. المهم حنا ما عندناش الغرض باش كيدار، المهم اننا ناكلو شي حويجه بلديه في الطبيعه زوينه بزاف. واسلام يشوف لي سانج شافو مني كان صغير وما عقلش عليه. ها هو فرحان اسلام. مالك علاش هاد الناس تقشرات ليه هنايا؟ البرد يمكن؟ لا لا بيسين. لا بيسين، الجو كيحمق. اسلام راك فرحان؟ ها فرحتي بالقروضه؟ ناديت يا ما اسلام عبد كاكاويت. اها لي زاموند لي كاكاويت. اها كانوا جونتي. اش داروا لي؟ كي داروا لي بيتي. علاش؟ دوزنا واحد العشية زوينة وسط هاد الطبيعة الخلابة،
واحد الهدوء وواحد التناغم ما بين المكان، ما بين الطواجن، ما بين هذه الموسيقى هذه. كان واحد السيد حدانا هو اللي تيديرها، موسيقى امازيغيه. جو بونس الزوج ديال السيده اللي عطاتنا الطاجين، وصراحه كان واحد الجو صراحه رائع رائع جدا، وسط من هذه الاشجار الجميله ديال الارز. وكيبقى السفر يعني واحد الوسيله اللي كتخلينا نخرجوا من ونهرسوا حياه الروتين اليومي المتكرر، وكنتخلصوا يعني من الضغوطات اليوميه ديال الحياه، ومن جري ليا نجري ليك، وكنتقربوا اكثر من الاسره الصغيره ديالنا، وتنكتشفوا بعضياتنا، وتتخلينا نرجعوا يعني بواحد النفسيه اللي هي مرتاحه، باش نكملوا ان شاء الله المسيره بواحد النمط حياه صحي، وواحد النفسيه اللي هي مزيانه. وهذا هو المغزى. وفي طريق العوده فاحنا لقينا هذا السيد كيبيع حبل ملوك ديال المنطقه، نورمالمون معروفه بها صفرو، ولكن حتى واحد المنطقه كاينه هنا تيديروه، خديناه ب40 درهم، ولكن واحد الجوده عاليه جدا ولذيذ بزاف. فوصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم، ما تساونيش بلي لايك من باب التشجيع، وخليتكم فرحة الله.